السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هتتكلم عن تفسير ورؤية الفيل في المنام. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير حلم الفيل لابن سيرين. قد يعني رؤية الفيل في المنزل في المنام دليل على ذهاب أحد الأفراد إلى الحج، ورؤية الفيل قد تعني الحمل والولادة أيضا والرزق الكثير، كما أن رؤية الفيل في الحديقة دليل على الحظ السعيد والراحة النفسية والخير والبركة في حالة رؤيته على سطح المنزل. وأيضا تفسير الهروب من الفيل في المنام. الهروب من الفيل في المنام قد يدل على تحقيق النصر والسعادة والنجاح في الحياة، كما أنها دليل على التفوق في الحياة المهنية أو الزوجية على حسب رؤية الرائي. في مجيء الفيل في المنام بشكل عام يدل على السعادة وراحة البال للشخص الرائي. وأيضا تفسير رؤية الفيل في المنام للمتزوجة. المرأة المتزوجة التي ترى الفيل في المنام قد يدل هذا على أنها تتمتع بحظ سعيد وتدل على الحمل، كما أن الفيل الأبيض في المنام للمرأة المتزوجة يدل على الحمل القريب، والفيل الوردي اللون يدل على الحب والسعادة التي تتمتع بها في حياتها الزوجية. وعند رؤية الفيل الأسود فقد يدل على المال. وأيضا تفسير ورؤية الفيل في المنام للعزباء. الفتاة العزباء التي ترى الفيل في منامها قد يدل هذا على الزواج وبشارة الخير التي تحصل عليها بعد رؤيتها إلى الفيل، وقد تعني النجاح والتفوق والسعادة في الحياة. وعند رؤية الفيل الصغير في المنام فقد تعني الخطوبة والرزق التي تتمتع به وتحصل عليه من الله. بهذه بشارة سارة حتى تطمئن الفتاة التي ترى هذه الرؤية. تفسير الفيل في المنام للحامل. حينما يظهر الفيل للمرأة الحامل فقد يدل هذا على أنها تلد ذكر، ويتمتع هذا المولود بالصحة الجيدة والراحة والهدوء، وقد يكون دليل على الحصول على الخير والسعادة والراحة النفسية والتمتع بالأبناء البرة وذو الصحة البدينة الجيدة. وهذه الرؤية بشرى سارة للرائية، وقد تدل على الكثير من المعاني المريحة للرائية، كما أن رؤية الفيل الصغير للمرأة الحامل فقد تعني الرزق والولادة السهلة والخالية من المشاكل التي تعصر الولادة على المرأة الحامل، وقد تعني السعادة والراحة البدنية التي يكون فيها المرأة. تفسير رؤية خرطوم الفيل في المنام. يقول ابن سيرين: إذا كانت الرؤية عبارة عن ضربه من خرطوم الفيل فهذا يدل على الحصول على ثروة كبيرة، بينما تدل رؤية خرطوم الفيل في الحلم يكون دليل على علاقة ذات وصال قوي سواء كان من حبيب أو قريب. في حالة رؤية الفيل يرش الماء بخرطومه فهذا يدل على أن الرائي سوف يسافر ويغادر مكان إقامته. أما من حلم بقطع خرطوم الفيل فهذا يدل على قطع الامتداد من الأعداء والأشرار. تفسير حلم قتال ومصارعة الفيل في المنام. فسر ابن سيرين رؤية مهاجمة وتهديد الفيل في المنام فذلك دليل على إصابته بمرض. ويقول ابن سيرين: في حالة الحلم حلم الرائي بأن الفيل قتله أو جلس فوقه فذلك يدل على قرب موعد الوفاة. ويقول ابن سيرين: إن من حلم إن أصبح تحت قدم الفيل فذلك يدل على إصابته بالشدة ولكن سوف ينجو منها. أما من رأى بأن الفيل يطارده فذلك يدل على أنه سوف يصاب بضرر من أصحاب السلطة. وتفسير رؤية الركوب على الفيل. إن تفسير رؤية ركوب الفيل في المنام فهذا يدل على السلطة والعزة. أما من رأى أنه يساعد شخص آخر للركوب على الفيل فهذا يدل على الشراكة بينه هو وذلك الشخص. أما من رأى أنه يركب الفيل للقتال فهذا يدل على ظلمه للناس والإفراط عليهم. يقول ابن سيرين: إن من رأى الفيل في المنام ولم يركبه فهذا يدل على حدوث نقصان في ماله وصحته. كما قال ابن سيرين: إن من يركب على الفيل في المنام بدون سرج فهذا دليل على أنه سوف يتزوج ابنة رجل ضخم له سلطة. لقد قام النابلسي تفسير رؤية الفيل في حالة حرب أو ما شبه ذلك وكان مهزوم فهذا دليل على الظلم والكذب والافتراء. ويقول ابن سيرين: إن في حالة رؤية تاجر يركب على الفيل فهذا دليل على زيادة ربح تجارته. دي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير ورؤية الفيل في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم، وأتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في حلقة قادمة من فسر حلمك مع ياسمين.